في ليبيا. أيها الأخوة، نحن في القوات المسلحة نقاتل بشرف وبأمانة وبكرامة، من أجل الشرف ومن أجل الكرامة ومن أجل الأمن والاستقرار. نحن لسنا دعاة سفك دماء ولسنا دعاة حروب، نحن نقاتل من أجل السلام ونقاتل من أجل الأمن، نقاتل من أجل الاستقرار، نقاتل من أجل أن يعيش العالم أجمع حياة هانية بعيدة عن الإرهاب والإرهابيين وعن الخطف والابتزاز وغيرها من التهديدات الأمنية. أزف لكم اليوم خبرا سارا، في هذه اللحظات قواتنا المسلحة تتقدم على آخر معاقل الإرهابيين في منطقة الصابري، وبإذن الله المعركة لحد هذه الساعة مستمرة، وكنا نتوقع أن نعلن في هذا المؤتمر انتهاء المعارك، إلا أن لا زالت هناك بعض الجيوب في بعض الأماكن المحاصرة الآن، والمعركة على أشدها تشارك فيها القوات البحرية والقوات البرية وقوات الجوية الآن في هذه اللحظات. أيها الأخوة، ليبيا عانت الكثير والكثير من الويلات، شعبي عانى محنة وعانى أزمة حقيقية وعانى مشاكل لا يمكن أن يتصورها عقل بشري على الإطلاق. ليبيا بتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، بدعم الإرهاب من دول بعينها مثل قطر وتركيا والسودان وغيرها من الدول الإرهاب في ليبيا، فقدنا عشرات أو مئات الليبيين بين اغتيالات وخطف ومقطوفين، لحتى هذه الساعة لا نعرف مصيرهم. فقدنا مئات الليبيين في عمليات إرهابية داخل ليبيا يقومون بها ليبيين وأجانب بدعوى الجهاد وبدعوى الإسلام، والإسلام منهم براء حقيقة.